المناطق، طبعا ده شيء استحاله هيتم. صحيح. فاعتقد صحيح. ان هذا السياسي العجوز الذي يدخل عامه المئة ما زال له عقل نقول متفتح وبيفكر، وخبرة السنوات الكبيرة اللي قضاها وحل مشاكل سلام كتيرة اعتقد انها تكون مفتاح للفترة القادمة، لان اذا الشهور الاثنين اللي جايين دول اللي هم شهور الشتاء يناير وفبراير ما تمش حاجة، هنخش على الربيع هتتفاقم الامور وهتبقى العالم كله في موقف صعب، العالم كله حتى مأزوم. اذا كانت اوروبا باصه للبرد مأزوم إن هناك دول العالم الثالث اللي باصه على رغيف العيش. صحيح. وعلى الحبوب وعلى الذره وعلى المشاكل والتضخم وارتفاع الاسعار والبطاله. فالكل النهارده بيامل ان يكون هذا الراي لكيسنجر فتحه خير عشان نلجا الى السلام في الفتره القادمه. هنعتبرها ورقه وتبدا السيناريوهات تتحط بناء على هذه الورقة. هي الورقة فيها حاجتين. هل حضرتك شايف انه فكرة الذهاب للاستفتاء هي الورقة الاكثر رابحة ام التفاوض؟ ام التفاوض يا دكتور سمير، ومن سيتفاوض؟ لا هو التفاوض نمرة واحد، يعني لازم نعمل التفاوض الاول وبعدين يبقى في وقف اطلاق نار، ده اولا عشان الناس تبقى في سلام. تمام. بعد واحنا بنتفاوض ووقف اطلاق النار، مين هيبدا التفاوض في تقدير حضرتك؟ ما هو هنا هل 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 دوله ثالثه بعيدا عن روسيا واوكرانيا تتقدم بفكره التفاوض والهدوء ولا؟ كلام حضرتك صح، هناك كذا سيناريو، هناك دوله ثالثه وهناك الاقتراح. استبعد امريكا، انا استبعد امريكا. لا امريكا بره، امريكا لانها طرف ما مش هتكونش طبعا في هي طرف رئيسي، هي اللي بتحرك الدنيا كلها امريكا. امريكا لو شالت ايدها النهارده عن اوكرانيا، اوكرانيا بكره الصبح هتسلم، هتجيب منين؟ صحيح. تمام. فهي طرف من الاطراف. فبالتالي هناك احد الاطراف ممكن، مصر لما قالت احنا بنطالب بوقف اطلاق النار عرضت في مؤتمر المناخ. نعم. عندنا برضو تركيا عايزه يكون لها دور رئيسي وتبقى لعيب في المنطقه. نعم. الامارات ايضا العربيه اعلنت التدخل هنا. نعم. ممكن الامم المتحده بقى انها تقول يا جماعه احنا الامم المتحده واحنا محايدين، تعالوا نقعد في الاطراف كلنا ونبدا مباحثات سلام تبدا بوقف اطلاق النار، ثم نناقش المشاكل الرئيسيه، وهي المشاكل اصبحت شبه جزيره القرم واربع جمهوريات دول او المقاطعات. طيب نعمل استفتاء زي ما قال هنري كيسنجر، والاستفتاء يتم تحت قانون الامم المتحده من الطرح الاستفتاء من الامم المتحده ايضا. بالظبط طبعا، هو ده على الدول. وهو ده الاساس، لان هي اللي هتدير كطرف محايد. صحيح. وهيبقى ده استفتاء تحت اداره عالميه، ما حدش يقدر يتكلم، وهتجيب اطراف من هنا ومن هنا. ونشوف هذا الاستفتاء هيمشي عليه، خاصه الاربع مقاطعات دول تقريبا منهم غالبيه كبيره جدا من ناطقي الروسيه وميالين لروسيا، فتبقى كده تتحل والعالم يخش مرحله معنى جديده. هذا الطرح ايوه العالم يدخل مرحله جديده بتاعت سلام. تستغرق قد ايه؟ هل هتكمل معانا القصه دي كل 23؟ لا لا لا، العالم مش هيستحمل يا مدام عزة. احنا كل العالم تعب، دول العالم الثالث تعبانه بالكامل. شوف حتى انجلترا النهارده حجم الاضرابات اللي فيها لم تحدث في التاريخ. هو ما فيش دوله ما قالتش اي بالظبط بالظبط، وخاصه الدول الغلبانه. صحيح. فبنامل ان شاء الله الشهرين اللي جايين او الثلاثه تبدا مفاوضات سلام، وقف اطلاق النار، تبدا الامور تسير ونحل المشكلة في إطار تفاوضي بإذن الله.